Mosaic FM Podcast. يا حميدة يا غالي، فما حكاية فاتتني. أني عندي توا نهار من زمان ما طفتش، أني نغلي ونتشتش كالحوتة. مش فما سيدي خويا، وانت نهار كامل تفرفت كالحوتة. لبسمة وسيدي خويا صار زد حميدة. نواب المجلس دخلوني وخرجوني في الحلة. سمعت بالقرار اللي خذوه ولا وصادقوا عليه؟ ان شاء الله خير سيدي خويا. على فاسة الملح؟ لا يا حمادة، يا ليتها مش ملح، هذا ملح اخر. قالك من واحد جانبي فلوس اللي باش نربحوهم باش يوليو كل ملح. اش فما ضد سيدي خويا؟ احكيلي ان شاء الله خير. ها يا سيدي شد عندك، ها باش نحكي لك يا حميدة. قالك صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 17 مشروع قانون المالية متاع 2016، وتنص الفقرة الرابعة من هذا الفصل على اقتطاع 25% من الأموال المتأتية من العاب رهان والحظ واليانصيب لفائدة الدولة. يا حميدة معناها كل ما نربحوا في حاجة باش نوليو نقصوا مع الدولة، نعطيوها 25% يا حميدة. ها يعقل أني نغري وانتش كحوتة؟ بالله بلا سيدي خوي، معناها كي نربح في البرمسبور نعطي 25% للدولة؟ يا ودي ايه يا حميدة، شنو برمسبور؟ وكي تربح مثلا في هك البرامج التلفزية مثلا تربح 100 مليون في ديرك ملت، بطبيعتهم يتقسموا 50-50، تكمل 50 نتاعك انت تقسمها انت والدولة، يكمل السيد البحر بالاتماس يعطيك كيف باي الدولة. يا حبيبي تولي الدولة رابحة 50 وانت 25 وسيد 25، هكا تفهمت؟ بلا بلا سيدي خويا، قلت له مسكت وهذي والله حلوة ذي، ملا تاخو معايا 25%. باي فرضا سيدي خويا واحد يلعب في الليل كملك وربح مثلا سيدي خويا باكو البن، كيفاش يقسموا مع الدولة؟ أشوى كيفاش يقسموا يا أخو؟ هو إثرة غير باع، ويعطي أربع إثرة إلى الدولة. مثلا شكون يمثل الدولة؟ يا أما رئيس الجمهورية وإلا الوزير الأول. تولي تاخذ مثلا أنت إثرة غير باع وتاخذ كويس البن فيه أربع إثرة، تمشي تسلمه إلى السيد الحبيب الصيد يشرب ويتمتع بالبحث ويرجع. بلا على حساب هذايا سيدي خويا، واحد كعمر وقع بروموسبور لازم يسأل النواب سيدي خويا، يقول لهم شنو نحط الماتشوات. بيان سور يا حميدة، أنا عندي صاحبي البارح يعمل في واقع بلامسبور وتليفونه يطلب معلش النومه هز. قالوا والو شكون معايا؟ قالوا مونجي رحوي. قالوا محباس يا مونجي تفضل. قالوا اسمعني، طرح اليوفي ما تحطوش اكس، حط اليوفي يا بحواح بليبل هكا. قالوا وش مدخلوا يا سيدي خوي؟ هشوى وش مدخلوا يا حميدة؟ راوي يربح معاه 25%، حقه هقسم ومول وكول ووكل. هذه هي كبالله العظيم، هناك ابراهيم الرصاص تنقطعكم فما تلا. بالله العظيم فرحني هذا القرار اللي اخذوه مجلس النواب، هذا احسن قرار اخذوه من اللي صوتوا له من الشعب. فما بالله بالله وشنو اللي مفرحك فيه انت هالقرار اللي اخذوه مجلس الشعب يا سيد؟ كيف تقول لي شنو اللي فرحني؟ فمت لانه سمية بنت امية مشات البرنامج ديالك ملك عند سامي فهري وربحت من عنده فلوس. فمت اذا يصادقوا على القرار ذا ويطبقوه ياخذوا من عنده 25%. فمت تبالله العظيم متشمت فيك اتومية، متشمت فيك اتومية. فمت جميلة منك سيدي خويا قصاص. اي ملا مغير ما نطول عليكم، خلنا نمشي سيدي خويا، عندي وريقة للطوب باش نعمرها وعندي ورقة بروموسبور. خلنا نمشي قبل ما نعمرها نطلب كاتب الدولة سيدي خويا مادامو باش يقسم معايا. خلنا نقولو شنو نحط في الاطراح وفي اللطوش لما نوعنا. لي قلت له مسكت ويدي سيدي خويا. Mosaic FM Podcast.